وفي دمياط فضت قوات الأمن تظاهرة لأنصار الأخوان بشارع الشرباصي بعد وقوع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخرطوش والعصي والحجارة، ونجحت قوات الأمن في فتح طريق فارس كور الزراعية والمطار بدمياط الجديدة بعد أن قام مجهولون بإشعال النيران في الإطارات ووضعها في وسط الطريق. ضبطت قوات الأمن أحد أنصار الأخوان بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزته كمية كبيرة من البنزين لإعداد زجاجات المولوتوف واستخدامها في أعمال الشغب وإشعال النيران بالمنشآت العامة والخاصة والتعدي على قوات الشرطة. وقد أقر المتهم بحيازته للمواد المضبوطة وهي 135 لتر بنزين و20 لتر من المواد الحارقة و22 زجاجة مولوتوف معدة للاستخدام. كما ألقت أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية القبض على خلية إرهابية ضمت خمسة من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي تخصصوا في إتلاف خطوط السكك الحديدية بقصد تعطيل المواصلات العامة، وضبط بحوزة المتهمين صاروخ حديدي ومنشار وبعض المنشورات التحريضية الخاصة بتنظيم الأخوان الإرهابية وشعارات خاصة بذات التنظيم. ومن جانبه أعلن مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء عبد الفتاح عثمان أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول تنفيذ مخطط تخريب وتعطيل المرافق العامة بالدولة، وذلك بعد فشلهم في حشد التظاهرات المؤيدة لهم. وفي تصريحات للنهار اليوم أكد اللواء عثمان أن الداخلية وجهت العديد من الضربات الاستباقية لإجهاض مخطط الإخوان مطالبا المواطنين بممارسة حياتهم بصورة طبيعية. هناك ضربات استباقية ليست من اليوم ولكن في مراحل سابقة تم توجيهها وتم ضبط العديد من هذه المخططات وإحباطها قبل تنفيذها. هناك خطط أمنية لمتابعة هذه العناصر ونشر القوات لإحباط أي عدائيات أو أي تداعيات ممكن أن تحدث منهم. اليوم حاولوا إعاقة حركة المرور على الطريق الدائري، التعدي على احدى حافلات النقل العام في منطقه حلوان، عده محاولات يائسه ولكن القوات موجوده والاقوال الامنيه منتشره في كافه المناطق ولم تنجح اي من محاولاتهم، والقوات موجوده ومستمره وتم الدفع بعناصر من الضباط ورجال البحث الجنائي لرصد كافه التحركات والتصدي لها ومواجهتها في حينه. كانت قوات الجيش والشرطة قد طوقت مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، وذلك لمنع تسلل عناصر تنظيم الأخوان. عملية فض الاعتصام مراقبة ومصورة بشكل كامل. في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابع العدوية والنهضة، دعوات للتخريب من قبل جماعات الإخوان الإرهابية وتجديدات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال العنف. ميدان رابع العدوية الذي شهد منذ عام فض اعتصام الإخوان يشهد الآن حالة أمنية مكثفة، حيث تمركزت سبع آليات عسكرية وأربع مدرعات في الشوارع المؤدية للميدان، فضلا على حواجز الأسلاك الشائكة لإغلاق الميدان وقت الضرورة. أما ميدان النهضة القطب الآخر من الاعتصام فتتمركز به 11 آلية عسكرية ومدرعة شرطة. ميدان التحرير كان له نصيب هو الآخر من هذه الاستعدادات، حيث تمركزت على مداخله 24 آلية عسكرية، فيما تم نصب حواجز معدنية أمام المتحف المصري، بالإضافة إلى تمركز تشكيلين من قوات الأمن المركزي ومدرعة بمحيط السفارة الأمريكية. ومن التحرير إلى الاتحادية، حيث قامت قوات الشرطة بوضع حواجز معدنية بالشوارع المؤدية إلى القصر لتأمينه من أي أعمال عنف. أما شوارع عين شمس والألف مسكن ومدينة نصر التي تشهد كل جمعة أعمال عنف وتخريب من قبل الإخوان، فتسير فيها دوريات أمنية مسلحة لمواجهة أي تظاهرات أو أعمال عنف. كذلك هو الحال في شوارع الهرم والطلبية التي شهدت عنفا وتخريبا طيلة الأشهر الماضية من قبل عناصر الجماعة، فهي الآن تشهد تكثيفا أمنيا مشددا تحسبا لتظاهرات الإخوان. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت الاستنفار الأمني لمواجهة عنف الإخوان المحتمل بنشر 120 ألف ضابط وجندي شرطة
بجميع أنحاء الجمهورية مزودين بأحدث الأسلحة، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمواقع الشرطية. رضوى معتمد، النهار اليوم. وما زلنا مع تطورات الوضع الأمني، حيث نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب فجر اليوم بمبنى حي عين شمسة من دون وقوع إصابات. وأفادت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة أن الحريق كان بثلاث غرف بالطابق الأول، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتدادها إلى باقي طرق أو طوابق المبنى الثلاث. واللي حصل في حدود الساعة 6:15 كده، جه حوالي أكتر من 20 واحد أعمارهم من 16 ل 18 سنة وملثمين، وكانوا على ظهرهم كل واحد شنطة. جم عند الحي بأزاز مولوتوف ورموا على الحي. الخسائر هم مكتبين اللي ولعوا، فيهم أساس، فيهم أجهزة تكييف، مش أكتر من كده، ما فيهمش حاجات مهمة. من جانبه أكد لواء طيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن جميع المطارات الداخلية التابعة للشركة مؤمنة تماما، وأن الشركة اتخذت جميع الإجراءات للتعامل مع الخارجين عن القانون. وقال محجوب أن حركة الركاب في المطارات الداخلية وخصوصا السياحية مثل المطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب تسير بصورة منتظمة.